الخير. مساء الخير. ألف شكر. تحية وسلام ومساء سعيد على كل اللي معانا في الاستوديو وكمان على الشاشة. فاكرين لما كنا بنكلم الأمهات من أيام حلقة عيد الأم في مارس وقلنا إن إحنا مع أمهات التوائم هنعمل لهم حاجة تغير حياتهم، حاجة تفرحهم، حاجة تدبر لهم حلول ذكية لموضوع التكاثر أو الانقسام اللي حصل في البويضات وهم حوامل وفجأة بقى البيت صغير عليهم. إحنا لسه مستمرين، ومن اللي بعتولنا على صفحتنا فازت ميسة. ميسة دي ربة أسرة وأم من بنها من الأليوبية، ربنا رزقها بأربع توائم، عندهم أربع سنين وشهر أو شهرين حاجة زي كده. الحمد لله ربنا موسع عليها وعندها شقة حلوة، بس مشكلتها طول الوقت في أوضة نوم الولاد. الولاد دول محمد وعاهد وكريمان وفاطمة. صحيح ان اوضه الولاد شكلها حلو، بس عندهم مشكله في الفانكشن، في الوظيفه، الاعاد والنوم واللعب والذي منه لكل ام عندها اطفال. عارفه اللي احنا بنقول ايه؟ ميسه كان عندها الحظ والتوفيق ان هي تكسب معانا ان احنا نغير لها جزء من بيتها وجزء من حياتها بحلول ذكيه. ده محمد ودي فاطمه وده عاد ودي كريمان. انا بعاني قوي في موضوع اللعب بالذات، مش هم مش واخدين راحتهم زي ما انت شايف بتنططوا على السرير كده، بخاف بقى طفل يقع يتعور. انا ست بيت قاعده في بنها، عندي اربع اطفال بربيهم، قاعده في شقتي محبوسه بقالي خمس سنين ما بخرجش. تحب تفك وتركب حاجات؟ لا طب بتحب لا لا البازل البازل بتحب البازل تركب اشكال. امال بتحب ايه؟ اه سبايدر؟ اه انا بكره حاجه فيه. لو انت قادر وحش الاخضر بتحب الوحش الاخضر. بقول لك ايه، دلوقتي عندنا اوضه بنعملها لاطفال. تمام، محتاجك تساعدني في تنقيه المنتجات. جوه اهو بيعملوا لكم الاوضه الجديده اللي انتوا ايه تلعبوا فيها وتقعدوا فيها. شكرا يا امي. عايزين نعمل مفاجأة لماما. نروح مع أنت. يلا يلا عشان نشوف الأوضة. يلا يا بوي يلا عشان نشوف أوضتك الجميلة. يلا يلا لا بتهزروا.
لا دي تحفة تحفة بجد، ومهما انا اتخيل انها تبقى كده مش يعني مش هصدق. لا لا جميلة بجد. كان مهم قوي ان احنا طبعا هم اربع اطفال ولدين وبنتين عايشين في نفس الأوضة. عملنا السريرين دول، السريرين دول بيتفتحوا كل واحد يعني كل سرير منه يقدر فيه اثنين يناموا عليهم. طبعا ده الجزء بتاع الولاد وده جزء البنات. بما ان الاولاد بيحبوا الازياء التنكريه فحطينا لهم زي ديكور كده حاجات تنكريه، والبنات بيحبوا اللعب والعرايس وكده فعملنا لهم بيت للعرايس هنا. انا كنت قلقانه من التصميم لاني مش عارفه هتصمم ازاي، بس لا هم غلبونا يعني. مبروك يا مايسة، ربنا يعطيكي ويفرحك بولادك. ودايما كده او لطيف انه الحياه والدنيا والناس تهادي بعض ويبقى في مفاجآت ساره لا على البال ولا على الخاطر، وده اللي احنا بنعمله. بعد الفاصل هنبتدي مع حضراتكم حلقتنا اللي فيها فقرات كتيره ومتنوعه ومن خلفيات مختلفه ومتباينه. بعد ضيف عزيز جدا عايز تعمل مقابله مع حسين فهمي، اقعد بقى احلم كتير. في رئيس مخلوع، في فنان مخلوع، ايه المشكله؟ عادي. لما اجر القصر بتاعه لزازا وجوزها وللقطط مقابل ان هم ياكلوا. في اللعبتين اخذوا 5 ميداليات. واحنا ما عندناش حاجه اسمها صعب. يلا هتحبسونا يلا. انما مازن بقى ده راح فين؟ كنا بالليل اصلا. هتسقاوه يا حسين ده فوقي ربنا. مستهبل نفسي شويه كده يعني. قمت اتشجعت، طلعت الموبايل وقمت مصوره. انت بتقولي معلومات واضح ان انت براجعه. هو فين القصر اللي اتصور فيه الفيلم؟ انا عايزه اعيش الاحداث دي. بامانه ما كنتش متخيله ان انت مخلص قوي لهم كده. ان انا اتعامل مع ملائكه بالشكل ده الحقيقه كانت تجربه رائعه بالنسبه لي. كان الاولاد بيتدربوا على الرمله. متدرب عصام اشعث. ترى ايه اعلى برج سكني اتبنى في الوقت دوت؟ هو بيجري البنطلون وقع شويه راح واقف عادل البنطلون مكمل. امين بقول للحاج عبده، الحاج عبده فهو يسمع اسم والده فبيجري اكتر. Oh!